اهلا، الاخبار معاكم. في الفيديو ده انا هتكلم عن كورس الرايتنج ان ذا ساينس، يعني كتابة الابحاث العلمية. في الكورس ده بيتكلم عن كتابة الابحاث العلمية الساينتفك ريسيرشز، تمام. الكورس من جامعة ستانفورد، تمام، بجانب كمان ان الكورس مجاني والمحتوى والشهادة برضو مجانيين. تمام. الكورس موجود في موقع كورسيرا، تمام. وبجانب كده علشان انت تسجل في الموقع وتاخد الكورس، تمام، بتروح رايح للموقع اللي هو اساسا كورسيرا، تمام. وبيكون من هنا فوق كده في حاجة اسمها جوين فور فري، بتدوس عليها وبعدين بتكتب الاسم بتاعك والايميل وكمان الباسورد وبتعمل حساب وبترجع للصفحة دي، تمام. فانت لو كتبت على جوجل موقع كورسيرا بالعربي او بالانجليزي هيطلع لك، سجل فيه وبعديها روح للينك كورس ده اللي انا حاطه في الوصف بتاع الفيديو ده، وروح دوس عليه وهتجي لك الصفحة دي اللي انا فاتحها، تمام. او ممكن كمان تعمل حاجة تاني، ممكن تروح تسمع الفيديو اللي فات اللي هو كان عن كورس معين برضو في الساينتفك ريسيرش اللي هو اندرستاندينج. ايه بقى اندرستاندينج؟ فهم ايه؟ فهم الريسيرش سكيلز، تمام. فالكورس برضو ده التاني كان من جامعة لندن في بريطانيا، تمام. دلوقتي احنا سجلنا في الموقع وعايزين ناخد الكورس ده، تمام. الكورس بتقدمه دكتورة كريستين من جامعة ستانفورد، تمام، اهي، تمام، وهي اسوسييت بروفيسور، تمام. انت نرجع تاني للكورس، تمام. وهنا يعتبر ايه؟ انت يعتبر الكورس بيتقدم بالعربي والانجليزي ولغات كتير، تمام. فانت ممكن تعمل ترجمة عربي او انجليزي، فالنقطة دي كويسة. طيب تمام. حاجة تانية دلوقتي، علشان انت تاخد المحتوى والشهادة بالمجان ومجانيين، بتروح دايس على financial aid available. طيب تمام. انت لو دوست هنا enroll for free، دوست عليها، لو دوست عليها، تمام، ودوست هنا، تمام، ودوست continue، ساعتها انت هتعمل ايه؟ ساعتها انت هتاخد المحتوى بالمجان، مجاني، لكن الشهادة مش هتاخدها زي ما مكتوب كده no certificate. طيب تمام. طب انا دلوقتي عايز اخد المحتوى والشهادة، هعمل ايه؟ هتروح دايس على financial aid available، تمام، هتروح دايس عليها. بعد ما تدوس عليها بقى هتروح تعمل ايه؟ هتروح دايس على continue to the application، تمام. هنا قبل ما اتكلم هنا عن حاجة مهمة كمان، ايه هي؟ هي اني يعتبر ايه؟ يعتبر انت الفاينانشال ايد، المساعدة المالية دي، علشان نتوافق عليها بتقعد 10 ايام او 11 يوم او 9 ايام في الحدود دي او 12 يوم. طيب تمام. طيب انا ممكن كمان في حل، ممكن انا ما استناش ال 10 ايام دول او ال 11 يوم دول على ما ابدا في الكورس، تمام. انا ممكن ابدا من النهارده. ازاي؟ عن طريق ان انت تعمل حساب تاني في الموقع وتعمل ايه فيه؟ تاخد الكورس ايه انت وتدوس على انرول فور فري اللي انا قلت لك ايه عليها، اللي انا قلت لك لو دوست عليها هتاخد الكورس بالمجان من غير الشهاده. فانت تعمل حساب تاني، تاخد من المحتوى بالكامل، ولما المساعدة المالية يتوفى عليها تروح للحساب الاصل بتاعك او الاساسي ومعدي على المحتوى كله وممتحن الامتحانات، تمام، بتاعة الكورس نفسه وواخد الشهادة، تمام. فانت ممكن تاخد فكرة الحسابين، حساب انت بتذاكر فيه وحساب تاني بتمتحن فيه وبتقدم منه او من عليه المساعدة المالية. طيب تمام. المساعدة المالية انا ازاي هقدم عليها؟ اقول لك، هتروح هنا دي education التعليم وتختار سم كولج، تكتب هنا صفر وتكتب ايوه هنا صفر او صفرين يعتبر عادي، وتيجي هنا تختار ايجيبت اللي هي جنيه مصر يعني، اهي بتبقى مكتوبه اهي. هنا بعديها انرولمنت او مكتوب هنا امبلويمنت ستيتس اللي هي يعتبر ستاتس الحاله الوظيفيه، تختار ستودنت طالب. من بعديها بقى هتروح كاتب الاجابه دي، تمام. هتروح كاتب ايه؟ هتروح كاتب الاجابه دي. الاجابه دي انا بقى هسيبها لك في الوصف في لينك ملف ايه انت على جوجل درايف، هتلاقي لينك كده جوجل درايف، هتدوس عليه هيطلع لك ملف تحمله، ملف ده فيه اجابه السؤال ده اللي هو ايه؟ اللي هو ريزون يور او يو ابلايد فور ايد، يعني انت ليه اساسا مسجل على مساعده ماليه؟ فانت لازم تكتب الاجابه دي،
تمام. بعدها تدوس على المربع ده، بعدين تدوس على نيكست. تمام، هنا بقى هتدوس او تكتب هنا صفر او صفرين. تمام، ولازم تخلي المؤشر ده كده فين؟ هنا. تمام، لازم تخلي هنا يبقى صفر او تكتب صفر. تمام، يعني ممكن تكتب صفر. تمام، فهنا لو في اي رقم امسح الرقم واكتب صفر، او ممكن تحرك المؤشر ده كده تخليه عند صفر خالص، وهنا لازم يبقى في صفر. تمام، طيب هنا ده سؤال برضو تاني، اللي هو ايه انت ايه الجولز اللي انت او الاهداف اللي انت عايز تحققها من الكورس ده لما انت تاخده؟ دي سهله، ممكن تعملها عن طريق شات جي بي تي، واللي جابها انا هسيبها لك في الوصف برضو. تعمل ايه؟ اقول لك، هي الدنيا سهله يعني، يعتبر الحاجه سهله. ممكن تروح لشات جي بي تي كده تكتب ايه بقى، جولز اوف ستادينج، ثانيه اوف ستادينج اهو، تمام، وتجيب اسم الكورس. شات جي بي تي الذكاء الصناعي هيجيب لك يعتبر إجابة. تمام، لما الذكاء الاصطناعي او الشات جي بي تي هيجيب الاجابه كلها، هروح انا اجيبها وحاططها في الموقع نفسه. تمام، تمام، فدلوقتي هو هيجيب النقطة التالتة، وهتكون ايه كده؟ هتكون يعتبر كفاية لينا. تمام، ويعتبر ممكن كمان نكمل او نخلي الذكاء الاصطناعي يكتب لنا اكتر من نقطة، اكتر من ثلاثة كمان. تمام، فهنسيبه يجيب النقطة الرابعة او يكتبها لينا، وهنرد او هنروح للموقع نفسه. تمام اهو، تمام اهو، نجيبها الحاجة دي كده ونحط هنا الإجابة، وبرضو الإجابة دي أنا هسيبها لكم في الوصف، وبرضو أنا علمتكم إزاي تجيبوها. طيب تمام، هنا بقى لسه في كمان لازم نجيب يعتبر تكملة للإجابة. تمام، هنسيبه برضو يكتب. هنجيب النقطتين دول، هنجيب النقطتين دول برضو ونكتبهم هنا تحت برضو اهو. تمام، تمام، وبكده احنا يعتبر كتبنا 150 كلمة اللي هم مطلوبين. وبرضو لو رحنا هنا ممكن نجيب النقطة السبعة، تمام، ونكتبها عشان يبقوا كاملين اكتر. تمام، ممكن نكتب كده، احنا كتبنا يعتبر 150 كلمة او ردينا على السؤال ده. طيب تمام، هنا هنروح دايسين على المربع ده والمربع ده، وهنا رايحين ننقل الجملة دي بالظبط. تمام، هنروح ننقلها ونكتبها هنا. تمام، وما نكتبش نقطة، دي غلطة كبيرة لازم نحسبها. تمام، ولازم تكون العلامة اللي هي بتظهر وبتختفي بتاعت الكتابة دي لازم تكون لازقة في حرف اي بتاع above اللي هو فوق. تمام، بعدين ندوس هنا I am not a robot المربع ده، وبعدين ندوس على review. من بعدها ننزل تحت هندوس على submit، يعني يعتبر احنا دلوقتي لما بندوس عليها احنا يعتبر بنعمل submit للابليكيشن او للفرنشال ايد، او احنا يعتبر بنحفظ المصادر المالية دي. هندوس عليها، تمام، وبكده احنا ايه، وبكده احنا يعتبر سجلنا و عملنا المصادمة المالية في الكورس ده. وبيقول لك ايه، قبل يوم 5 سبتمبر هرد عليك وهقول لك اني الفانشال ايد اتوافق عليها، وان شاء الله يتوافق عليها قبل 5 سبتمبر. تمام، وبكده احنا خلصنا التسجيل في الكورس ده، بجانب كمان اني احنا عندنا جروب
scientific research of BT. الكورس ده فيه كورسات كتير بالعربي او من دكاترة مصريين او كمان من دكاترة اجانب من جامعات بره مصر، من امريكا او بريطانيا او اوروبا، تمام؟ تقدروا برضو تروحوا للجروب واللينك بتاعه في الوصف، تمام؟ وكمان بيبقى فيه فرص المشاركة في مجموعات بحثية وفرق بحثية عن مواضيع وحاجات مهمة خالص في مجال العلاج الطبيعي، تمام؟ شكرا خالص، مع السلامة.